السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، تجدد اللقاء معكم في هذا الدرس المبارك، وما زلنا في كتاب الحج ونكمل ما قد أخذنا. قال رحمه الله، ما زال في حديث جابر: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، أي صلى النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة بوادي العقيق، وهذه الصلاة ليست صلاة الإحرام، لا، وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل بركة المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالصلاة في ذاك الوادي. صلي في هذا الوادي المبارك، أو صلي تحت الشجرة، إذن ليس للإحرام صلاة، وإنما هذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم لبركة المكان. وبعد الصلاة ركب القصواء، ركب ناقته القصواء، هناك القصواء، هناك العضباء. وطبعا بعد الصلاة أهل النبي صلى الله عليه وسلم، أي دخل في النسك. ماذا قال؟ لبيك اللهم عمرة وحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة القران، القران جمع بين الحج والعمرة في آن واحد. وحتى استوت به ناقته على البيداء، البيداء المكان الواسع الفسيح، هذا بعد الميقات، بعد مثل الميقات الموجود اليوم في المدينة. أهل بالتوحيد، أي رفع صوته بالتوحيد، هذا معنى أهل، رفع صوته بالتوحيد، فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس، أي رفع الناس صوته، ودخل في نسكهم بهذا الذي يحلون به، أي بهذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصحابة يلبون التلبية من عند أنفسهم، لبيك ذا المعارج، لبيك إله الحق، وهكذا. ولم يرد، أو فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا، كون الصحابة يأتون بالتلبية من عند أنفسهم والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت عليهم، فهذه تدل على السنة تقريرية. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد لزم تلبيته، أي هذه التلبية فقط يلبي بها إلى مكة. وطبعا يجوز خلط هذه التلبية بالأذكار، يحب الكلام إلى الله عز وجل، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يجوز. وبعد ذلك تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وطبعا نقول هذه التلبية بعدما ندخل في عبادة الحج أو العمرة متلبسا بلباس الإحرام، الرجال يلبس الإزار تحت وفوقه رداء، ولا يلبس شيئا من السراويل ولا الفانيلا ولا البنطلون ولا التبان، بخلاف النساء، أما النساء فلباسهن لباس العادية. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، أي نيتنا الحج فقط، لسنا نعرف العمرة، أي نحن لا نعرف العمرة في أشهر الحج، وإنما عرفوا الحج فقط، لا يعرفون العمرة في أشهر الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أخذ نسك القران، القران الجمع بين الحج والعمرة، فاستغرب جابر. ولكن جابر ومن معه لبوا بتلبية الحج،
حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فوصل إلى مكة. وطبعا التلبية مستمرة إلى أن نصل مكة. إذا وصلنا مكة وهي تنعيم اليوم المسجد عائشة نقطع التلبية، وبعد ذلك ندخل المسجد الحرام متوضئا لغير النفساء وغير الحائض، أما الحائض والنفساء تجلس في الفندق، تجلس في السكن، وأما الرجال فيدخلون المسجد. وقال حتى إذا أتينا البيت معه، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، استلم الركن. استلم أي مسه بيده. وهذا الاستلام نقول بسم الله الله أكبر. والله تعالى على وعلم، والحمد لله رب العالمين.